مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الجزء ان شاء الله كيفيه التحقق من اصدار ويندوز ومعرفه متطلبات النظام وكيفيه اختيار وشراء كمبيوتر، كيفيه الحصول على النسخه الاصليه لويندوز 10 من موقع مايكروسوفت. هنشرح ايضا فتح لوحة التحكم بعدة طرق مختلفة، إنشاء حساب مستخدم محلي أو مستخدم مسؤول، تغيير نوع الحساب من مستخدم محلي إلى مستخدم مسؤول، يعني من ستاندرد يوزر إلى أدمنستريتور، إنشاء حساب مايكروسوفت جديد، التحويل لحساب مايكروسوفت في ويندوز 10، يعني إزاي أربط ويندوز 10 بحساب مايكروسوفت، خلفية سطح المكتب، إزاي أغير الخلفية، إضافة اختصارات البرامج لسطح المكتب، ضبط إعدادات الإشعارات، ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية. وأخيرا سنأخذ نبذة على المساعد الشخصي كورتانا. سنشرح الآن إن شاء الله كيفية التحقق من إصدار ويندوز اللي بيشتغل على الكمبيوتر الخاص بيك. عشان أعرف إصدار الويندوز اللي شغال على الكمبيوتر بتاعي حضراتكم أعمل إيه؟ أضغط على زرار الويندوز زائد R، هتظهر لي نافذة الأمر Run، أكتب فيها حضراتكم الأمر WinVir VER، يعني ويندوز فيرجن، ثم اضغط على اوكي. هتظهر نافذه حضراتكم تعرض اصدار الويندوز اللي شغال على الكمبيوتر بتاعي وهو ويندوز 10، ثم هتظهر لحضراتكم رقم الاصدار الخاص بالنسخه، اقول له فيرجن 22 اتش 2. بعد ما عرفنا حضراتكم اصدار الويندوز النازل على الكمبيوتر بتاعي، افترضوا ان انا عايز انزل ويندوز 11، فلازم اعرف انه مواصفات الكمبيوتر الخاص بيا مناسبه لويندوز 11 ولا لا. عشان اعرف كده حضراتكم ادخل على الانترنت وادخل على موقع جوجل، في صندوق البحث رقم اكتب ليست اوف اول مينيمم ريكويرمنتس فور ويندوز 11، بكده اضغط انتر، هتظهر نتائج البحث حضراتكم. اي نتيجه فيهم استعرضها، مثلا اعمل كليك على النتيجه دي ويندوز 11 سيستم ريكويرمنت، هيعرض لي في هذه النافذه متطلبات النظام سيستم ريكويرمنت. بيقول لي هنا حضراتكم عشان انزل ويندوز 11 لازم تكون مواصفات الكمبيوتر بتاعي بهذا الشكل، البروسيسور 1 جيجا هرتز اور فاست ويز 2 اور مور كورز، لو كان النظام عندي 64 بت، الرام بتكون على الاقل 4 جيجا بايت، الاستورج يكون عندي مساحه على الهاردسك 64 جيجا اي بايت، ودي حضراتكم باقي المواصفات المطلوبه. وبرضه حضراتكم اي برنامج عايز انزله على الكمبيوتر لازم اعرف الكمبيوتر بتاعي مناسب لهذا البرنامج ولا لا. ان انا ادخل على النت واكتب ايه هو المتطلبات النظام لهذا البرنامج. لو افترض حضرتك فكرت انك تشتري كمبيوتر جديد تعمل ايه؟ عشان اختار كمبيوتر مناسب ليا حضراتكم لازم الاول اسال نفسي انا محتاج الكمبيوتر ده في ايه؟ عشان كده استطيع ان انا احدد نوع الكمبيوتر اللي انا محتاجه. طبعا لازم حضرتك هتفكر ان انت عايز كمبيوتر محمول ولا كمبيوتر شخصي، وبرضه ما تنساش الميزانيه، يعني امكانيات الكمبيوتر مش كل حاجه. يعني ممكن اشتري كمبيوتر امكانياته عاليه مثلا لكن عايز فلوس كتير، مثلا عايز له 20,000 وانا ما معيش، فلازم اضحي في الامكانيات عشان اشتري كمبيوتر بقدر الميزانيه اللي انا ايه اللي يعني. والان سنشرح كيفيه الحصول على النسخه الاصليه لاستواره ويندوز 10 من موقع مايكروسوفت الاصلي. اول حاجه حضراتكم ننتقل الى صفحه تنزيل ويندوز 10 اللي هي اسمها www.microsoft.com/en/us/software/download. هندخل على هذا الموقع حضراتكم، هيدخل على صفحه تنزيل الويندوز. من هذه الصفحه استطيع تنزيل اسطوانه ويندوز 11 او ويندوز 10 او ويندوز 8 او 1.10 او ويندوز 7. هنختار طبعا اسطوانه ويندوز 10، اعمل كليك على ويندوز 10. هتلاحظ حضراتكم نزل لي ملف اسمه ميديا كرييشن تولز، اذهب الى هذا الملف ويوريه طبعا في الداونلود، ابتدي اشغل هذا الملف اللي انا نزلته، اعمل تطبيق عليه، تظهر نافذه من هذا الرن، طبعا هتابع الخطوات حضراتكم للاخر، طبعا هنا بندير مايكروسوفت سوفت وير لايسنس كيرز لازم اوافق عليها طبعا، بقول اكسبت، هنا تظهر هذه النافذه حضراتكم، بيقول لي ابجريد ذيس بي سي ناو، يعني لو كتبت هذا الاختيار يبقى هيعمل ابجريد للويندوز اللي عندي على الكمبيوتر بتاعي، يعني لو كان ويندوز 7 هيطوره لويندوز 10، انا اختار الاختيار الثاني Create installation media USB flash drive DVD or ISO file for another PC وبختار الاختيار الثاني حضراتكم عشان انزل ملف الايزو بتاع الويندوز او اعمله على فلاش او اسطوانه عشان انزله على كمبيوتر اخر for another PC.
لكن الترم الاولاني لو حبيت اطور او احدث الويندوز الموجود على الكمبيوتر بتاعي، يبقى اختار الخيار الثاني بتاع حضراتكم واقول له اكس. طبعا هنا حضراتكم بختار اللغه بتاعت الويندوز، فانا هسيبها طبعا انجلش و64 بت، لكن اضغط نيكست. هنا تشوز ويتش ميديا تو يوز، يو سي دي فلاش درايف ولا عاوز تستخدم اي فايل. طبعا لو حبيت اضعه على فلاش حضراتكم محتاج فلاشه حجمها 8 جيجا، وانا ما معيش فلاش دلوقتي حضراتكم يبقى انزل ايزو فايل افضل. يبقى اختار هنا ايزو فايل، ملف الايزو اللي حضراتكم اعمله على اسطوانه بعد كده او على فلاش، وانا شرحت فيديو سابق كيفيه عمل هذا الملف على فلاش. يبقى كده اختار ايزو فايل وكده بضغط اكس. هنا بيطلب مني اختار المجلد اللي انا هنزل عليه الملف، وانا عامل مجلد هنا على الديسكتوب مسميها اهل فكري، وكده هينزل لي نسخه الايزو بتاعت الويندوز، يعني هينزلوا على ملف ايزو ملف مفقوق يعني. وكده اقول له ايه سيف، هيبتدي ينزل لي حضراتكم اسطوانه الويندوز على هيئه ملف ايزو. لاحظوا وصل الى 80%. الناس اللي متابعين على القناه على اليوتيوب هيعرفوا ان انا قبل كده نزلت فيديو سابق وهو اسهل وابسط طريقه لحرق اسطوانه الويندوز على فلاشه. وكده نزلت فيديو ثاني اسهل وابسط طريقه لاعداد ويندوز 10 من الفلاشه. في هذا الفيديو بشرح كيفيه تنزيل اسطوانه الويندوز من موقع مايكروسوفت على هيئه ملف ايزو. ان شاء الله هجمع الفيديوهات الثلاثه في فيديو واحد بحيث يكون الجزء الاول منه كيفيه تنزيل اسطوانه الويندوز من موقع مايكروسوفت على ملف ايزو. وبعد كده ازاي اعمل هذا الملف الايزو على اسطوانه او على فلاشه، وبعد كده ازاي استخدم هذه الفلاشه لاعداد الويندوز على الكمبيوتر الخاص بي. انا منتظر لحد ما اخلص عمليه تنزيل اسطوانه الويندوز من موقع مايكروسوفت. وصل 90%، وصل 97%، 98%. كده خلص حضراتكم، نزل لي الملف اسمه ويندوز ايزو في المجلد اسمه احمد افريكا، بيقول لي بيرن ذا فايل ذا ايزو فايل تو دي في دي، يعني الملف ده حضراتكم المفروض اعمله على اسطوانه دي في دي او اعمله على اي فلاش. طب انا اقول له فينش. لو رحنا المجلد اسمه احمد فكري هنلاقي دي اسطوانه الايزو بتاعت الويندوز. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. سنشرح في هذا الدرس إن شاء الله كيفية فتح لوحة التحكم الكنترول بانل في ويندوز 10 بست طرق مختلفة. الطريقة الأولى من قائمة ستارت، أختار ويندوز سيستم. من ويندوز سيستم حضراتكم أختار الكنترول بانل، أفتح لوحة التحكم. ممكن أغير طريقة العرض حضراتكم إلى لارج أيكونز أو سمول أيكونز أو كاتيجوري. دي حضراتكم الطريقة الأولى. الطريقة الثانية حضراتكم من خلال صندوق البحث، صندوق البحث الموجود بجوار قائمة ستارت، أكتب كنترول بانل، ألاقي ظهرت لحضرتك في نتائج البحث، أختارها من هنا كنترول بانل. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة حضراتكم من قائمة ستارت، أضغط على سيتنجز، هتظهر نافذة في صندوق البحث، أكتب كنترول بانل، وكده أختارها من نتائج البحث. الطريقة الرابعة من خلال التاسك مانجر، هعمل كليك يمين على التاسك بار، تظهر القيمة المختصرة، اختار منها التاسك مانجر. من قيمة فايل اختار ران نيو تاسك، ثم اكتب كنترول بانل، ثم اضغط اوكي، هيفتح لي حضراتكم نافذة الكنترول بانل. الطريقة الخامسة حضراتكم اضغط على زرار الويندوز زائد حرف الار، هيفتح لي نافذة الران قدام اوبن، اكتب الكنترول بانل ثم اضغط اوكي، هيفتح لي نافذة لوحة التحكم. الطريقة السادسة حضراتكم والأخيرة من خلال موجه الأوامر اللي هو الكوماند برومبت، هضغط على زرار الويندوز زائد حرف الآر من لوحة المفاتيح، بكده أكتب في صندوق الأمر ران، أكتب سي ام دي اللي هي الكوماند برومبت، ثم أضغط أوكي، هيفتح لي الشاشة دي حضراتكم الخاصة بالكوماند برومبت، أكتب فيها هنا كنترول بانل، ثم أضغط إنتر. افتح لي نافذة لوحة التحكم. دي حضراتكم ست طرق مختلفة لفتح نافذة لوحة التحكم اللي هي الكنترول بانل. والآن سنشرح كيفية تثبيت أيقونة لوحة التحكم في قائمة ابدأ أو شريط المهام تاسك بار. لتثبيت لوحة التحكم في قائمة ابدأ، انتقل إلى لوحة التحكم من في قائمة ستارت، ألاقيها طبعا حضراتكم زي ما شرحنا سابقا في ويندوز سيستم. لتثبيتها في قائمة ستارت أعمل كليك يمين على الكنترول بانيل، هتظهر القائمة المختصرة، أختار منها بين تو ستارت، ألاقيها ثبتت حضراتكم في قائمة ابدأ، ظهرت لي هنا في قائمة ابدأ. لتثبيت الكنترول بانيل في التاسك بار اللي هو شريط المهام حضراتكم،
اعمل كليك يمين عليها، هتظهر القيمه المختصره، منها اختار الامر مور وكده اقول له بين تو تاسك بار، الاقي حضرتك اتضافت هي للتاسك بار. لو حبيت اشيلها كليك يمين واختار الامر ان بين فروم تاسك بار، وبرضه لو حبيت اشيلها من قيمه ستارت كليك يمين عليها واختار ان بين فروم ستارت. طبعا بهذه الطريقه حضراتكم ممكن اشغلها بسرعه من تاسك بار او فتح الكنترول بانل، وممكن اشغلها برضه من قيمه ستارت. في طريقه اخرى حضراتكم ان انا اشغل الفايل اكسبلورر وبعد كده انتقل الى المسار سي على ويندوز باك سلاش سيستم 32، هنتقل لي الى هذا المسار. لو حبيت ادور على كلمة كنترول صعبة عشان في ملفات كتير، اجي هنا في صندوق البحث اكتب كنترول، الاقي جاب لي الملف حضراتكم اسمه كنترول اي اكس اي، ابتدي اعمل عليه دبل كليك هيفتح لي الكنترول بانل. دي طرق اخرى حضراتكم لتشغيل الكنترول بانل، اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله. سنشرح الان كيفية انشاء اختصار للوحة التحكم على سطح المكتب عشان اوصلها بسرعه. انا عايز اعمل شورت كات هنا للوحه التحكم على سطح المكتب. من قيمه ستارت هنوصل الى ويندوز سيستم، واجي الكنترول بانل حضراتكم اسحبها والقيها على مين؟ على الديسكتوب. اعمل كليك اند دراج بالشكل ده، واجي هنا القيها على فين؟ على الديسكتوب على سطح المكتب. كده عملت لها اختصار على سطح المكتب. عشان اشغلها حضراتكم اعمل دبل كليك على الاختصار ده. والان سنشرح ان شاء الله كيفية إنشاء حساب مستخدم محلي على ويندوز 10. ده ويندوز 10 حضراتكم عليه يوزر أو مستخدم اسمه أحمد فكري، أكتب كلمة السر. كده دخلت على شاشة سطح المكتب. لإنشاء حساب مستخدم محلي من قائمة ستارت أختار سيتنجز يعني الإعدادات، من هذه النافذة حضراتكم أضغط على أكونتس، أكونتس يعني الحسابات. هتظهر نافذة هتلاقي في عندي يوزر حضراتكم اسمه أحمد فكري، ده لوكال أكونت وأدمنستريتور يعني هو المستخدم المسؤول. عشان انشئ مستخدم اخر من هذه النافذه اختار فاميلي اند اذر بيبل بمعنى العائله ومستخدمون اخرون، ثم اضغط على ادد سام وان ايلس تو ذيس بي سي. هتظهر من النافذه حضراتكم طالب مني الايميل او رقم التليفون، ده لو حبيت اعمل مايكروسوفت اكونت. من هذه النافذه اضغط على اي دونت هاف ذيس بيرسون ساين ان انفورميشن بمعنى لا املك معلومات تسجيل الدخول الخاصه بهذا الشخص، اعمل كليك عليها. من هذه النافذة هضغط على Added a user without Microsoft account بمعنى إضافة مستخدم لا يملك حساب مايكروسوفت. هيطلب حضراتكم هنا اسم اليوزر نيم، أكتب مثلا ندى، طالب مني الباسورد، أكتب الباسورد، ري إنتر باسورد أكتبها مرة تانية، طالب هنا حضراتكم باسورد هنت. يعني إيه باسورد هنت؟ معناها لو نسيت كلمة السر هو بيفكرني بيها، فأكتب أي كلمة هنا تفكرني بكلمة السر. وبكده اضغط نيكست، وبكده عملت حضراتكم اكونت اسمه ندى. الاكونت ده حضراتكم لوكال اكونت يعني مستخدم محلي. يبقى الان حضراتكم اصبح عندنا اثنين اكونت، اكونت اسمه ندى واكونت تاني اسمه احمد فكري. هنفترض ان انا عايز ادخل باليوزر اللي اسمه ندى، هقفل هذه النافذه. تلاحظوا ان اليوزر اللي اسمه احمد فكري الديسكتوب عليها الصوره الخلفيه دي، فانا هعمل ساين اوت وبعد كده ادخل باليوزر اللي اسمه ايه؟ ندى. من قائمه ستارت اضغط على اسم اليوزر واقول له ساين اوت. كده خرجت للشاشه الترحيبيه حضراتكم، اعمل كليك عليها، هلاقي جاب لي هنا اسم اليوزر احمد فكري واليوزر الثاني اللي اسمه ندى. لو حبيت ادخل على ندى اعمل كليك عليها، يطلب مني كلمه السر، اكتب كلمه السر واضغط انتر. هيبتدي يدخل على الديسكتوب الخاصة بندى. في معلومة مهمة حضراتكم، ان لكل يوزر على الكمبيوتر ليه ديسكتوب مختلف عن الاخر. يعني لو معايا كذا واحد شغال على الكمبيوتر، فكل واحد يعمل له يوزر او مستخدم، يبقى كل واحد ليه الديسكتوب الخاصة بيه. يعني ممكن حضراتكم يضع الملفات الخاصة بيه على هذا الديسكتوب، فاليوزرات التانيين مش هيقدروا يشوفوها. يعني ممكن اخزن الملفات على القرص الصلب دي او الاي على الهارد ديسك، دي كل الناس هيقدروا يشوفوا هذه الملفات. لكن المستخدم لو خزن ملفات على الديسكتوب بتاعته، مفيش حد هيقدر يشوفها غيره هو بس، اليوزرات التانية مش هيشوفوها. بمعنى ان لكل يوزر ديسكتوب خاصة بيه. هتلاحظ حضراتكم ان الديسكتوب دي مختلفة عن الديسكتوب الخاصة باليوزر اللي اسمه احمد فكري. يعني هنرجع تاني حضراتكم، هنعمل ساين اوت من هنا، وهدخل باليوزر اللي اسمه احمد فكري، هعمل ساين اوت تاني، هيطلع لي على الشاشه الترحيبيه، وبعد كده هدخل على الاكونت التاني اللي اسمه احمد فكري، اختار من هنا قائمه اليوزرز، اختار الاسم احمد فكري، واكتب كلمه السر.
اهو حضراتكم دخل على اليوزر اللي اسمه احمد فكري، تلاحظوا ان الخلفيه مختلفه عن اليوزر اللي اسمه ندى، يعني انا حاط في الخلفيه صورتي لكن ندى ما حطاش صور ليها خالص. يبقى كده كل يوزر حضراتكم ليه ديسكتوب خاصه بيه، يعني ليه سطح مكتب خاصه فيه، خاصه بيه، يحط الملفات بتاعته عليها عشان ما حدش يشوفها غيره. هنشرح دلوقتي ان شاء الله حضراتكم كيفيه تغيير حساب المستخدم المحلي الى حساب مسؤول، يعني نخليه حساب اسمه ادمنستريتور. ايه الفرق بين الحساب المحلي والحساب المسؤول؟ هنعرفها ان شاء الله بعد لحظات. من قائمه ستارت اختار سيتنجز يعني الاعدادات، من الاعدادات حضراتكم اختار اكونتس يعني الحسابات، من قائمه العائله والمستخدمون الاخرون اللي هي فاميلي اند اذر بيبلز، الاقي عندي هنا اليوزر اللي اسمه ايه ندى، اعمل كليك عليه جاب لي اختيارين تشينج اكونت تايب يعني غير نوع الاكونت، او ريموف يعني اليوزر اللي اسمه ندى ده ممكن احذفه، اقول له ريموف لان عايز اغير نوعه اخليه حساب مسؤول يعني ادمنستريت. منزل النافذه هضغط على تشينج اكونت تايب، الاقي هنا جاب لي النافذه دي حضراتكم بيقول لي ندى لوكال اكونت ستاندرد يوزر اكونت تايب ستاندرد يوزر. لو فتحت القائمه دي حضراتكم الاقي فيه ادمنستريتور. ايه الفرق بين الستاندرد يوزر والادمنستريتور؟ الستاندرد يوزر حضراتكم ده مستخدم له صلاحيات محدوده على الكمبيوتر، يعني ما يقدرش ينزل برامج، ما يقدرش يزيل برامج، ما يقدرش يوصف هاردوير، ما يقدرش يعمل اي حاجه غير ليه امكانياته محدوده. لكن الادمنستريتور له كافه الصلاحيات، يعني ممكن ينزل برامج، ممكن يزيل برامج، ممكن يوصف هاردوير على الكمبيوتر. فانا هغير النوع بتاع ندى بدل ستاندرد يوزر هخليه ادمنستريتور. ادمنستريتور يعني مدير او مستخدم ايه مسؤول. يبقى كده اقول له ايه اوكي. والان سنشرح كيفيه انشاء حساب مايكروسوفت جديد. طبعا ليه بنشئ حساب مايكروسوفت؟ عشان حضراتكم حساب مايكروسوفت يمنحك حق الوصول الى جميع منتجات وخدمات شركه مايكروسوفت. عشان انشئ حساب جديد حضراتكم هدخل على الموقع ده account.microsoft.com، هكتب اسم الموقع واضغط انتر. من هذه النافذه اضغط على ساين ان، لو عندي حساب سابق اكتبه حضراتكم واكتب كلمه السر وادخل بيه، لكن انا عايز اعمل حساب جديد من هذه النافذه اضغط على كرييت 1. هتظهر نافذة منها اضغط على جيت ان يو ايميل ادرس، هيطلب مني اكتب الايميل حضراتكم على outlook.com ولا على الهوت ميل، مثلا اختار hotmail.com واكتب اسم الاكونت نورهان احمد، بكده اضغط نيكست. بيقول لنا حضراتكم someone already has this email address، يعني في واحد واخد هذا الايميل فلازم اغيره نورهان احمد، اكتب مثلا 2024 وكده اضغط نيكست. هنا طلب مني كلمة السر، اكتب كلمة السر حضراتكم بكده اضغط نيكست. طلب مني تاريخ الميلاد، اختار تاريخ الميلاد واختار البلد ايجيبت بكده اضغط نيكست. كده خلاص حضراتكم جيب لي الاكونت اللي هو نورهان احمد 2024 علامه الاد هوت ميل دوت كوم. بليز سولف ذيس بازل سو وي نو يو ار نوت ا روبوت، فلازم احل المشكله دي. ضغط على نيكست. يوز ذيس ارو تو روتيت ذا اوبجكت تو فيس ان ا دايركشن اوف ذا هاند، ويلف الشكل ده عشان الشكل يلف ناحيه اليد. فكده اقول له سبميت، فلازم اجاوب على الاسئله دي حضراتكم عشان خايف ان انا اكون ريبوت. كده تمام جاوبنا على اللغز. يبقى كده خلاص خلصنا حضراتكم، عمل لي اكونت اسمه نورهان احمد 2024 hotmail.com. اضغط على كونتينيو. وبكده حضراتكم انتهينا من عمل حساب على مايكروسوفت. من خلال هذا الحساب حضراتكم ممكن احصل على منتجات مايكروسوفت زي مثلا مايكروسوفت اوفيس 365 مثلا، والويندوز وكل البرامج مايكروسوفت. ده اسم الحساب، لو حبيت اخرج اقول ساين اوت. بعد كده حضراتكم هنتعرف ازاي نربط هذا الحساب بحساب الويندوز. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله. والآن سنشرح كيفية التحويل لحساب مايكروسوفت، بمعنى كيفية تسجيل الدخول على ويندوز 10 باستخدام حساب مايكروسوفت. من قائمة ستارت هنختار سيتنجز اللي هي الإعدادات، وكان هنختار أكونتس اللي هي الحسابات. طب أنا حضراتكم داخل باليوزر اللي اسمه ندى، وده أكونت أدمنستريتور، ده لوكال أكونت يعني إيه أكونت محلي أو حساب محلي، فأنا عاوز أدخل بحساب مايكروسوفت بدلا من ندى. من هذه النافذة أضغط على ساين إن ويز مايكروسوفت أكونت انستيد، يعني تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت. هتظهر نافذة طالب مني الإيميل، أكتب المايكروسوفت أكونت اللي أنا عملته قبل كده حضراتكم، عملناه باسم نورهان أحمد 2024 علامة الآت هوت ميل دوت كوم، وكده أضغط نيكست.
هيطلب مني هنا انتر ذا باسورد، يعني داخل كلمه السر، وبكده اضغط ساين ان، مديني نافذه ساين ان تو ذيس كمبيوتر يوزنج ذا مايكروسوفت اكونت كارنت ويندوز باسورد. فعايز مني حضراتكم كلمه السر الخاصه بالكمبيوتر اللي هو اليوزر اللي اسمه ايه، ندى. اكتب كلمه السر الخاصه بالويندوز وبكده اضغط نيكست. هتظهر نافذه بيقول لي كرييت ابن، اقول له هنا نيكست. بيقول لي هنا حضراتكم سيت اب ابن، كرييت ابن to use in place of password، يعني عايز اعملها عشان استخدمها بدلا من الباسورد. having a pin makes it easier to sign in to your device، يعني بتخلي الدخول على الكمبيوتر بتاعك سهل. apps and surf، ممكن اقول له cancel. يبقى هنا حضراتكم انا دخلت على الويندوز بالاكونت الخاص بمايكروسوفت اللي هو نورهان احمد 2024 علامه الاد هوت ميل دوت كوم. خلي بالكم لو حبيت ارجع للاكونت المحلي اللي هو لوكال اكونت، اقول له هنا ساين ان ويز ا لوكال اكونت انستيد، واتابع معايا الخطوات. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله. هنشرح ان شاء الله حضراتكم دلوقتي ازاي اغير الخلفيه بتاعه سطح المكتب. معانا اليوزر اسمه احمد فكري، عليه الصوره الخلفيه بتاعته هي، عايز اغير هذه الخلفيه. من قائمة ستارت، يعني ابدأ، اختار سيتنجز الاعدادات، هتظهر زي النافذة، اختار منها بيرسوناليزيشن، هتظهر زي النافذة، منها احدد التبويب اللي اسمه باك جراوند، واجي هنا اعمل باك جراوند احدد بيكتشرز، وبكده اختار الصورة اللي انا عايزها، اختار مثلا الصورة دي، هتلاقي صورة الخلفية حضراتكم اتغيرت الباك جراوند، يبقى انا غيرت خلفية سطح المكتب. طب هنفترض حضراتكم ان انا عايز اجيب صورة من على الكمبيوتر بتاعي، يبقى اجي هنا اضغط على زر براوز، واجي من هنا اختار الصورة اللي انا عايزها، واقول تشوز بيكتشرز، يبقى كده انا غيرت الصورة الخاصة بسطح المكتب، جبت صورة من على الكمبيوتر. تلاحظوا ان الصورة حضراتكم جاية في نص الشاشة. لو جيت هنا تشوز افيت، لو اخترت من هنا حضراتكم مثلا قلت له تايل، هيكرر لي الصورة في النافذة، يبقى هيكرر لي الصورة بالشكل ده لو انا اخترت تايل. طب لو اخترت او ستريتش، هلاقي الصورة هتملى لي حضراتكم ايه، النافذة، هتملى الشاشة كلها. طب ممكن حضراتكم من عند باك جراوند هنا لو ضغطت على السهم ده، ممكن اختار سوليد كلر، يعني ممكن اغير لون الخلفيه، انا اضع كلر للخلفيه، بس هنا اختار مثلا اللون الاحمر، اصبحت الخلفيه لونها احمر، يبقى ممكن اضع اي كلر للخلفيه نفسها. ممكن حضراتكم اختار سلايد شو، يعني ايه سلايد شو؟ انه عرض الشرائح، ان انا ممكن ايه اشاور على مجلد فيه مجموعه من الصور بحيث يبدل لي بينهم، فاجي هنا اقول براوز، اختار المجلد الموجود عليه هذه الصور، انا حاطه على الدي، مجلد اسمه ايه؟ بيكتشرز، حددت المجلد، اقول له تشوز ذيس فولدر. بعد كده اقول له تشوز بيكتشر افري، مثلا احدد الوقت اقول له 1 مينت. تلاحظ حضراتكم بعد كل دقيقه يغير لي الصور اللي هي الخلفيه، بحيث ان المجلد ده فيه مجموعه من الصور يبدل بينهم كل 1 مينت. طب النافذه حضراتكم ممكن اوصل لها بطريقه ثانيه، ممكن اجي حضرتك في اي مكان خالي على الديسكتوب، اعمل كليك يمين واختار بيرسونلايز، هيديني نفس النافذه، اختار منها باك جراوند، ومن باك جراوند اختار الصورة اللي انا عايزها بيكتشرز، واختار الصورة اللي انا عايزها واخليها مثلا سنتر. ممكن هذه النافذة حضراتكم في عندي تبويب هنا حضراتكم اسمه ايه كولرز، من التبويب كولر حضراتكم يمكنك ويندوز من سحب اللون التمييز من الخلفية واختيار ايه الالوان الخاصة بحضرتك. يعني ممكن حضراتكم هنا اختار اللون مثلا اللون الاحمر ده، واعمل كليك على قائمة ستارت، تلاحظوا هنا قائمة ستارت كده خدت نفس اللون اهو. طب اختار لون تاني اللون الاصفر، واعمل كليك هنا على قائمة ستارت في المعاينة، الاقيها خدت نفس اللون اهو، وافتح لو فتحت قائمة ستارت الاقيها واخدة نفس اللون. فانا ممكن اسحب اي لون من دول واعمل كليك في المكان اللي انا ايه اللي انا عايزه. فممكن حضراتكم مثلا انا اختار اللون الاخضر ده واقول له خلي اللون ده في الستارت والتاسك بار اند اكشن سنتر، اقول له مثلا في الستارت والتاسك بار اند اكشن سنتر، لو اخترته هتلاقي التاسك بار حضراتكم اصبح لونه اخضر اهو، لو فتحت قائمه ستارت هلاقيها واخده نفس اللون الاخضر. طب مثلا اختار اللون الاحمر، هلاقي قائمه التاسك بار برضه بقى لونه احمر، لو فتحت قائمه ستارت هلاقيها برضه خدت اللون ايه الاحمر. فانا بعد ما احدد لون التمييز ممكن احدد المكان اللي انا عايزه يظهر فيه هذا اللون، دي من التبويب ايه كلر. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله.
والآن سنشرح إضافة اختصارات البرامج الهامة. يعني حضرتك بفرض إن أنت نزلت برامج الأوفيس اللي هي الوورد والإكسل والأكسس والباوربوينت، وحبيت تعمل اختصار لهذه البرامج على سطح المكتب. هنفتح قائمة ستارت. لو حبيت أعمل اختصار لبرنامج الإكسل، أضغط على الأيقونة الخاصة ببرنامج الإكسل في قائمة ستارت بالزر الأيسر وأسحب إلى سطح المكتب، ألاقي أعمل لها اختصار أهو. لو حبيت أعمل اختصار لبرنامج الوورد من قائمة ستارت، أذهب إلى الأيقونة الخاصة ببرنامج الوورد وبعد كده أضغط عليها وأسحب إلى سطح المكتب بهذا الشكل، ألاقي أعمل اختصار لبرنامج الوورد. يعني عشان أشغل برنامج الوورد بدل ما أدور عليه في قائمة ستارت، لا ممكن أشغله حضراتكم من هذا الاختصار. دبل كليك عليه كده هيشغل لي برنامج الوورد. أتمنى إن يكون الشرح واضح ومفهوم إن شاء الله. والآن سنشرح كيفية ضبط إعدادات الإشعارات في ويندوز 10. لضبط الإشعارات التي تستقبلها يومياً حضرتك على الكمبيوتر الخاص بك في طريقتين. الطريقة الأولى من خلال السيتنجز الإعدادات، من قائمة ستارت تختار سيتنجز، هتظهر نافذة أختار سيستم أو النظام، هتظهر نافذة منها أختار نوتيفيكيشنز أند أكشنز بمعنى خيار الإشعارات والإجراءات. هتظهر قائمة حضراتكم بكل التطبيقات وغيرها من الإعدادات التي لها اشعارات. يعني بص حضراتكم كده، هنا جيب لي التطبيقات جو نوتيفيكيشن فروم ذيس سندرز، البرامج اللي بتبعت لي اشعارات. فمثلا هنا موزيلا فايرفوكس معمول اون، يعني ده ممكن يبعت لي اشعارات، ممكن اخليها اوف. المايكروسوفت ايدج بيبعت لي اشعارات، ممكن اخليها اوف، فتحكم فيها براحتي. طب لو كنت عاوز الغي كل هذه الاشعارات حضراتكم، ان انا جو جيت نوتيفيكيشن فروم ابس اند اذر سندر، بدل هي اون نخليها اوف. هخليها حضراتكم عمل لي كل الاشعارات اوف، يعني مفيش ولا برنامج هيبعت لي اشعارات. عاوز اخليها اون تاني مفيش مشكله، جيت نوتيفيكيشنز فروم ابس يعني ابلكيشنز تطبيقات يعني، اند اذر سندر اخليها هي اون. وفي خيارات حضراتكم فيها الخيار الوقف للشاشه شو نوتيفيكيشنز اون ذا لوك سكرين، يعني اظهار واخفاء الاشعارات على شاشه القفل، يعني ممكن اخليها افعلها وممكن الغيها. شو ريميندرز اند انكمينج فويس اوفر اي بي كولز اون ذا لوك سكرين، يعني اظهار واخفاء التذكيرات ومكالمات الفويس اوفر اي بي الواردة على شاشة القفل، يعني ممكن اقفلها، ممكن ايه، ممكن اخلي الاشعارات تعمل لي ساوند، allows notifications to play sound، يعني اعمل الاعدادات اللي انا عايزها حضراتكم. يعني ممكن اشغل الاشعارات دي او ممكن ايه اعمل لها ايقاف. الطريقة الثانية حضراتكم من الاكشن سنتر، في اقصى يمين التاسك بار الاقي هنا في ايقونة حضراتكم دي اسمها اكشن سنتر، اضغط عليها. دي فيها بيتم تجميع جميع الاشعارات في مركز العمل اللي هو الاكشن سنتر. فدي الاشعارات حضراتكم لو عملت كليك يمين على اي واحدة منهم هديني مجموعة من الخيارات ان انا ممكن اتحكم فيها. يعني لو جيت في القائمة المختصرة اخترت هنا go to notification settings، وممكن اقول له turn off all notifications for feedback hub، يعني ممكن اعمل لها turn off او turn on زي ما انا عايز. وممكن اروح للسيتنجز حضراتكم go to notification settings، ممكن اتحكم في هذه الاعدادات حضراتكم. يعني مثلا بيقول هنا play a sound when notification arrives، يعني لما تجيني اشعار اعمل لي ساوند، ممكن اخليها on وممكن اخليها off. numbers of notifications visible in action center، عدد النوتيفيكيشن اللي بتظهر في الاكشن سنتر ممكن اتحكم فيهم، هنا اخليهم 3، ممكن اخليهم 5، ممكن اخليهم 10 زي ما انا عايز. يعني ممكن اتحكم في عدد الاشعارات. في الجزء ده حضراتكم بيقول لي priority of notifications in action center، يعني الاولويه بتاعه الاشعارات، ممكن اخليها توب، ممكن اخليها هاي، ممكن اخليها نورمال. وفي هذا الجزء حضراتكم من الفيديو شرحنا كيفيه ضبط اعدادات الاشعارات، والآن سنشرح كيفية إيقاف الإشعارات مؤقتا. يعني حضرتك لو كنت بتشغل في شيء مهم ولا ترغب في الإشعارات، كل ما عليك إنك حضرتك تنقر بالزر الأيمن للماوس في أقصى يمين التاسك بار، هتظهر قائمة مختصرة Open Action Center، منها أختار حضراتكم هنا Don't Show Apps Icons، يلي تظهر أيقونات التطبيق، أو ممكن نختار Don't Show Number of New Notifications، يلي تظهر عدد من الإشعارات الجديدة. ده طبعا عشان توقف حضرتك الاشعارات ايه مؤقتا. في خيار ناقص عندي هنا مش ظاهر حضراتكم اللي هو ايه ساعات هادئه او كوايت اورز، ممكن يظهر عند حضراتكم ان انا ممكن اشغل الاشعارات لبضع ساعات كوايت اورز. اتمنى يكون الشرح واضح. طب لو التاريخ اصلا مش مظبوط هتبقى النت عندي مش هتشتغل. عشان اظبط التاريخ والوقت حضراتكم تلاحظوا ان رمز الساعه موجود، رمز الساعه اقصى اليمين بتاع التاسك بار، اعمل كليك يمين عليه حضراتكم تظهر لي القائمه الفرعيه دي، القائمه المختصره، اختار منها adjust date and time، تظهر لي النافذه دي حضراتكم، منها اضغط على change، اضغط عليه change هتظهر لي النافذه دي، معلش اعمل cancel،
احيانا حضرتك بتكون الامر تشينج ده مش شغال عندك. امتى بيكون مش شغال؟ لو انت عامل سيت تايم اوتوماتيكالي. سيت تايم اوتوماتيكالي بدل اوف حضرتك عاملها اون، يعني ضغطت عليها كده وبقت اون. في الحاله دي هيظبط التاريخ على النت حضرتك عن طريق ايه؟ النت. هتلاقي الامر تشينج ده مش شغال عندي. عشان يشتغل الامر تشينج لازم اخلي سيت تايم اوتوماتيكالي اخليها اوف، بعد كده تلاقي الامر تشينج اشتغل معايا. هتظهر لي النافذه دي حضراتكم، من هنا اختار الشهر، ومن هنا اختار اليوم، ومن هنا اختار السنه، وهنا التايم حضراتكم اختار الساعه، وهنا الدقيقه، وهنا اي ام او بي ام. اي ام يعني صباحا، بي ام يعني مساء. بعد ما اظبط التاريخ زي ما انا عايز اضغط على زر تشينج. والان سنشرح طريقه تغيير تنسيق التاريخ والوقت في نظام تشغيل ويندوز 10. ممكن حضرتك تغير التنسيق اللي بيظهر بيه التاريخ والوقت على الكمبيوتر الخاص بيك. ان انا انتقل الى الاعدادات، ستارت سيتنجز، تايم اند لانجوج، الوقت واللغه. لاحظوا في هذه النافذه سيت تايم اوتوماتيكالي، سيت تايم زون اوتوماتيكالي. ممكن اظبط الوقت بطريقه تلقائيه على النت. في الحاله دي هتلاقي الامر تشينج نوت اكتف، مش شغال معايا. لكن لما اخليها اوف ممكن اغير التاريخ والوقت زي ما شرحنا سابقا. احنا الان حضراتكم عاوزين نغير تنسيق التاريخ والوقت. من هذه النافذه اضغط على ديت تايم ريجونال فورماتنج، هتظهر زي النافذه ده حضراتكم تنسيق التاريخ اللي انا مختاره. الشورت ديت شكله كذا، اللونج ديت شكله كذا، الشورت تايم، اللونج تايم. عايز اغيرها حضراتكم اختار من هنا ايه؟ تشينج داتا فورمات، هتظهر نافذه اختار الاعدادات اللي انا عايزها، يعني الشورت ديت مثلا عايزه يظهر باي تنسيق من دول. اختار اي واحد منهم وليكن ده مثلا. اللونج ديت مثلا اختار الشكل ده زي ما انا عايز. تايم اختار الشكل اللي انا عايزه، شورت تايم او لونج ايه تايم. يبقى انا اخترت التعديلات اللي انا ايه عايزها. بعد كده حضراتكم هتلاقي الكمبيوتر الخاص بيك هيعرض التاريخ والوقت بالتنسيق اللي انت حددته في هذه الخطوه. لو تلاحظوا حتى هنا على التاسك بار عرضه لي بالشكل اللي انا حددته، 3 فيب 24. اتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم. هنشرح الآن إن شاء الله كيفية تعريب ويندوز 10، بمعنى تحويل ويندوز 10 من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. لعمل ذلك حضراتكم من قائمة ستارت نضغط على سيتنجز، هتظهر زي النافذة، منها أضغط على تايم أند لانجوج، هتظهر زي النافذة حضراتكم، من هذه النافذة أضغط على لانجوج اللغة. نلاحظ حضراتكم هنا ويندوز ديسبلاي لانجوج موجود اللغة الإنجليزية فقط، English United States. أنا هنا حضراتكم مضاف اللغة الإنجليزية فقط. عشان أضيف اللغة العربية حضراتكم أو أي لغة أخرى أضغط على Add Language. هتظهر هذه النافذة بها لغات العالم كلها. من هذه اللغات حضراتكم أختار اللغة العربية مصر. أختار حضراتكم اللغة العربية Egypt، ثم أضغط على Next. هتظهر هذه النافذة حضراتكم، أتأكد إن أنا هنا معلم صح على انستول لانجوج باك، ثم أضغط على انستول. هبتدي إعداد اللغة حضراتكم. طبعا عشان أعمل هذه الخطوة لازم أكون متصل بالإنترنت. هتلاحظ حضرتك هنا بيعمل داونلودنج. هنا حضرتك تم تنزيل اللغة. بعد تنزيل اللغة العربية من الإنترنت حضراتكم، نقول هنا Arabic Egypt، من هذا الجزء حضراتكم Windows Display Language، أفتح هذه القائمة وأختار اللغة العربية، نقول هنا Setting Windows Display Language، Windows needs you to sign you out in order to fully apply the new language. فلازم حضراتكم أعمل إيه؟ Sign out. أو ممكن تعمل ريستارت للويندوز. سأوقف تسجيل الفيديو حضراتكم حتى أعمل إيه؟ ساين أوت. حضراتكم بعد ما عملنا تسجيل الخروج أو ساين أوت، عملنا تسجيل الدخول مرة أخرى لساين إن. تلاحظ حضرتك إن الويندوز تحول إلى اللغة العربية. يعني مثلا زيس بي سي أصبحت هذا الكمبيوتر الشخصي. نتورك أصبحت اسمها الشبكة. الريسايكل بين أصبحت اسمها سلة المحذوفات. الكنترول بانل اللي هي لوحة التحكم. لو ضغطنا على قيمة ستارت حضراتكم اسمها بدء. لو ضغطنا على الإعدادات اسمها الإعدادات والصور والمستندات، يعني الويندوز نفسه تحول إلى اللغة إيه؟ العربية. تلاحظ حضرتك برضو هنا البرنامج كله اتعرب، النظام، أجهزة، الهاتف، اللغة والوقت. يبقى الويندوز حضراتكم كله تحول إلى اللغة إيه؟ العربية. وتلاحظوا أيضا إن قيمة ستارت أصبحت ناحية اليمين.
لو عملت كليك يمين في اي مكان خالي تلاقي برضو القوائم اصبحت لغه ايه باللغه العربيه، وكده الويندوز كده اصبح باللغه ايه العربيه. لو حبيت ارجع الويندوز الى اللغه الانجليزيه مره اخرى من قائمه بدء هضغط على الاعدادات، هتظهر نافذه حضراتكم اختار منها اللغه والوقت، هتظهر نافذه منها اختار اللغه اللي هي لانجوج. لغه العرض في ويندوز تلاحظ حضراتكم هنا اللغتين مضافين اللغه العربيه والانجليزيه. يعني لو حبيت اضيف لغه اخرى مثلا اللغه الفرنسيه مثلا اضغط على اضافه لغه واكرر الخطوات السابقه. وانا عايز احول لغه العرض في ويندوز الى اللغه الانجليزيه مره اخرى من هنا حضراتكم اختار انجلش يونايتد ستيت. بيقول لي اعدادات لغه العرض في ويندوز، يحتاج ويندوز الى تسجيل خروجك من اجل تطبيق اللغه الجديده بشكل كامل، هل تريد المتابعه؟ طبعا لازم اقول له نعم، تسجيل الخروج الان. قبل ما اخرج حضرتك هوقف تسجيل الفيديو. لاحظ حضرتك بعد تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى إنه رجعنا الويندوز إلى اللغة الإنجليزية مرة أخرى. فهذا الكمبيوتر الشخصي أصبحت اسمها زيس بي سي. لوحة التحكم اللي هي كنترول بانل، إسالة المحذوفات اللي هي الريسايكل إيه بن. وتلاحظوا القوائم برضه رجعت تاني باللغة إيه الإنجليزية. وقائمة ستارت برضه نفس النظام هي. وكل القوائم رجعت باللغة إيه الإنجليزية. يعني ببساطة حضرتكم عايز أحول الويندوز إلى أي لغة، ببساطة من قيمة ستارت بختار سيتنجز وبعد كده تايم اند لانجوج، وبعد كده من هنا اختار لانجوج، وبعد كده اقول له ايه اد لانجوج، ومن هنا حضراتكم اختار اي لغة انا عايزها، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الانجليزية، اللغة اي لغة من لغات العالم، ونفذ الخطوات ايه السابقة. واخيرا لاحظ حضرتك ان اللغة ظهرت في على شريط المهام بهذا الشكل. يبقى هنا نازل عندي اللغة العربية واللغة ايه الانجليزية. والان سنأخذ فكرة بسيطة عن المساعد الشخصي كورتانا. تطبيق كورتانا حضراتكم ظهر مع ويندوز 10 في عام 2014، وتم عمله خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة. عشان اشغله حضراتكم بعمل الكليك على الايقونة دي اسمها تيك تو كورتانا، هتظهر لي هذه النافذة. للأسف تطبيق كورتانا حضراتكم بيعمل في بعض الدول ولا يعمل في الدول الاخرى، وده برنامج تم تطويره من قبل شركة مايكروسوفت في عام 2014، وبيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبيستخدم ايضا في الرد على اسئلة المستخدمين على اجهزة الكمبيوتر واجهزة التليفونات. ده حضراتكم بيشبه المساعد الشخصي لجوجل اللي هو جوجل اسيستنت، والمساعد الشخصي لشركة ابل اللي هو اسمه سيري، وممكن استخدمه في كثير من المهام مثل ضبط التنبيهات وتحديد المواعيد والبحث في الويب. وكورتانا زي ما قلنا سابقا حضراتكم ده تم تصميمه خصيصا للاشخاص اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، بحيث ممكن يستخدم كورتانا حضراتكم الاشخاص المكفوفين والذين يعانون من ضعف البصر او الرؤيه، وايضا بيستخدم كورتانا الاشخاص الذين يجدون صعوبه في التحدث او السمع، ويمكن استخدام كورتانا من قبل فاقدي او ضعاف البصر للتحكم في اجهزه الكمبيوتر الخاصه بهم. وفي امكانيات اخرى لكورتانا حضراتكم، إنه كورتانا ممكن يقرأ النص بصوت عالي على الشاشة، ويمكنه أيضا وصف الصور ومقاطع الفيديو للناس اللي بيعانون من صعوبة في التحدث. كمان كورتانا حضراتكم بيفهم الأوامر المنطوقة، ويمكنه أيضا ترجمة الأوامر المنطوقة إلى النص لمساعدة الأشخاص اللي هم عندهم صعوبة في السمع. يعني من الآخر حضراتكم، كورتانا يعتبر أداة قوية يمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة استخدامها لتحسين استقلاليتهم وزيادة انتاجيتهم. يعني ممكن الشخص الكفيف حضراتكم يستخدم كورتانا لضبط المنبه، بحيث يقول لي كورتانا ايه ايقظني الساعة 10 صباحا، وبيساعد ضعاف البصر لقراءة النص بصوت عالي من على صفحة الويب. طبعا هيقول لي كورتانا ايه حضراتكم، قول له اقرأ لي هذه الصفحة. والناس اللي بيعانوا صعوبة في التحدث، يعني ممكن يقول لكورتانا افتح لي تطبيق مايكروسوفت وورد، هيفتح له البرنامج فورا. وممكن برضه تستخدم كورتانا في الحصول على توقعات الطقس، بحيث تقول له السؤال مثلا كيف حال الطقس اليوم؟ لذلك تطبيق كورتانا بيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على العيش بشكل أكثر استقلالية وأكثر إنتاجية، وممكن يساعدهم حضراتكم في عمليات الاتصال وإرسال الرسائل النصية. يعني حضرتك ممكن تتحدث مع كورتانا كأنك بتكلم صديق أو أي شخص بشكل طبيعي وبكل أريحية. دي فكرة طبعا عن كورتانا حضراتكم، بس للأسف مش شغالة في جمهورية مصر العربية، اشتغل في بعض الدول، وممكن يكون الويندوز محتاج تحديث عشان يشغلها، احتمال يعني، بس اللي أعرفه إن كورتانا بتشتغل في بعض الدول وليست في كل دول العالم. أتمنى إن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.